رصيدك زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا طيب خلنا نرحب اول شيء باللي تابعنا الحين. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير ويا مرحبا وحياكم الله في يوم جديد مع ابائنا الكرام مع بيت الحكمه، الله يحييكم جميعا. اليوم وش عندنا يا ابو صالح؟ اليوم عندنا واجب اهل الشيبان اهل مجلس الحكمه ويستاهلون، يستاهلون الله كل خير اليوم. هذا واجب الاباء جميعا، يستاهلون كل خير. وابو ثنيان، انت ما عاد بنسميك ابو صالح، بنقول لك ابو ثنيان. سوينا يلا عشان ما انت لخبط مع ابو صالح. كلهم غاليين وعزيزين. وش رايك؟ ايوه عشان في ابو صالح برضه. عشان ابو صالح بس. ايه كلموني في الموضوع. ايه. قالوا لازم واحد يتنازل. وكلهم عيالي الله يصلحهم. الله يعطيك العافيه. الجميل يا ابو ثنيان ايه؟ انك ما شاء الله تبارك الله ما تاخرت في الموضوع، موضوع الصلخ وموضوع الله يحفظك. ترى بعض الشباب الله يهديه لا يعرف وبعضهم يتاخر. اقول هذا طال عمرك مساعدتك برضه، انت ساعدتني. الله يعطيك العافيه. تقول اليد الحاله ما تصفق. الله يعطيك العافيه. الفلفل نكثر ولا؟ خلاص حطيت فلفل؟ انا الشكه. ايه. الشكة هذه يمكن تنقص منا درجة بعدين، انتبه. الله يعطيك العافية. بندخل داخل الحين. ما في شك. ترى بنسألك عن المقادير يا أبو ثنيان. نو بروبلم. نو بروبلم. الله يسعدك إن شاء الله. خلنا بسحب برادي، خلنا نروح عند ربعي. يلا توكلنا على الله. أنا بجيب لك قهوة. داخل في وحدة. في وحدة. ولا تسحبها؟ برضو بجيب معاي بيت. يلا خير. يلا صباح خير، يلا. يلا صباح خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله. شفنا أنا تدرنا يعرب نشتغل. حيهم وجابوا. وش هالزيادة؟ صباح الله خير. إيش يا أبو وزع مع صلاة؟ حياكم الله تستاهلون. تستاهلون. الله يعطيك العافية. هلا هلا. طيب كيف الحال؟ شارب ما قصر شلون؟ الله يعطيك العافية. عقبها من درس شاربها. الله يعطيك العافية. الله يحفظك. يا مال العافية يا أبو وزع ومعزمنا الله يهديه. بيض وجهه. ما شاء الله تبارك الله. يا مرحبا حياكم الله. اليوم معنا ضيف جديد، معنا الشيخ أحمد بن جار الله الحارثي. الله يحييه. الشيخ أحمد أول شيء هو خطيب ما شاء الله وإمام خطيب 15 سنة أبو سلطان الله يزيد ويبارك. الشيخ أحمد ما شاء الله خطيب من أكثر من 15 سنة عنده في مكة في مسجد الشيخ عبد الرحمن فقيه اللي في شارع العزيزية. الشيخ مهتم بمواضيع الخطابة والارتجال. الغزاوي الغزاوي اجل حنا نحسب ان عمره 20 ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيه العافيه. ورجل ناجح، رجل اعمال ورجل ناجح وداعم كبير للشباب وللمشاريع الخيريه. الله يوفقك. وايضا صاحب افكار وان شاء الله بنستفيد منها السنه هذه باذن الله. ان شاء الله ما شاء الله. الله يرضى وجهك. حياك الله يا ابو فهد. ربع ان شاء الله. الله يبقيكم طول مهاليك. احنا سعداء والله يحييه. الله يسعد ايامكم. شيبانه واخوانه وزملاء وللمجلس هذا للعموم وللخيرين ولا بيجي ان شاء الله الا واحد يفيد ويستفيد باذن الله باذن الله. ابو فزاع عندنا تعزيه اليوم عند ابن عم دفناه امس بعد العصر. يستحقون التعزيه المسلمين ولو تكرمت ونستسمح. تفضل. مثلا من هذه القناه المباركه كانت بدايه كل خير والحمد لله. قبل كل شيء نعزي أخينا الله يعظم أجرهم جميعا. آمين. سعود بن عبد العزيز بن مفلح القبع وأخوه اللواء مساعد على وفاة ابنهم حادث قبل يومين. آمين. نقول الله يرحمه ويغفر آمين. آمين. ولا يفتن بعده جميع المسلمين ويجبر مصابهم ويعظم أجرهم. آمين. وهذا ما نقوله، هذا طريق الناس، أخذوا حقهم باقي حقنا. أيضا ابن عم الله ثاني يسلم عليكم اللي هو خوالد ابن فالح أبو صنيتان من دخنة بالقصيم، يقول سلم لي على جميع زملائكم كل واحد فردا فردا ويسأل عن أبو رشيد وعن عمامين. عليكم عليه السلام. وقلنا الطيبين وبخير إن شاء الله وهم للمشاهدين والمباركين. آمين. الله يسلمك. نخلي المجال للإخوان، ما ودنا الحقيقة نقطع عليهم الإشارة. تسلم والله. جمال الغنات والله يا أبو فزاع. اليوم أبو سلطان قاعد يسولف أبو حاتم طبعا ما شاء الله جاي من بدري. لا أنت. وقاعد يتكلم عن موضوع الإنفاق وموضوع
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قصة عثمان يا أبو سلطان، قصة عثمان رضي الله عنه. اليوم ما الغدا العلوم الزين حقيقة والمرقة لنا أسوة حسنة في الرعيل الأول من المسلمين. الرسول كان يشد همم المسلمين للحرب. الله أكبر. أخذ يشحن الهمم ويحثهم على الجهاد والتبرع للجهاد. قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله عندي 100 ناقة بكامل تكاليفها. الله أكبر. قال شكرا، اجلس يا عثمان، بارك الله فيك يا عثمان. واخذ في مسيرته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فقام عثمان بعد شوي وقال يا رسول الله عندي 100 ثانية. هلا هلا الله. بكامل عدتها سلاحها وذهابها زاد ويزود الخير. وشكرها الرسول اللهم صل على محمد واخذ يشحن همم المسلمين. قام عثمان المرة الثالثة وقال عندي 100 ثالثة. لا إله إلا الله، الخير أتباع. قال ما ضر عثمان بعد ذلك شيء صلى الله عليه وسلم. والحقيقة تبرع للجهاد شيء محبب، وكفالة الأيتام شيء طيب، وفيها حديث والكل منكم يعرف الكلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيء من الأمور. يا السلام ورحمة الله. السلام على أبو سيف. يا مرحبا يا أبو سيف. مرحبا يا أبو سيف. هذا سيف السيوف من مبطي وحال حيل. يا هلا والله. الشيخ أحمد بن جرار الحارثي. الله يكرمك الله يطول عمرك. القائد الكبير سعد الفرج أبو سيف يا مرحبا. كيف العدة اللي برا؟ أشوف والله. وش هالطيب ما شاء الله. كيف الجديدة يا ولد؟ بس كفيك. وش المخلوط هذا أبو سيف ما شاء الله عليك. كفيك الريحة بس. اي والله. هذا دليل يا أخوه. وكذلك صباحك الخير. الورد الملازم. صباحك الله بالخير. هلا الله يسعد صباحك. شلونك؟ عساك طيب. كلمة الله عساك بخير. ما بر عثمان بعد. يلا يلا. يا مرحبا يا ابو سيف. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسعد جميعا. يا مرحبا. صباح النور. يا هلا والله ومرحبا. يا هلا والله. ما تبرتوا بعد بالحكي. رئيسنا خادمنا. طيب يا ابو فواز لازم تبلشنا نجم هذا المجلس. الله يجزاك. شوف هذا المغامرات وال صلخ الذبيحه. الله يبيض وجه ابو ثنيان اليوم. انت ابو ثنيان شوف هذا شوف شوف انت اليوم بس مساعد. اسحب لي فنجانك بس يا ولد. الله يعطيه العافيه ابو سيف. اقرب الرجال. وابو حاتم اليوم جايب لنا الطاولات هذه الله يجزاه خير. ما شاء الله. يا رجال التعاون واجب وهذا محلنا ومجلسنا. لا هنس. وما شاء الله يعني. والله معازيب انا ما قصروا لكن ولا ما والله ما قصروا والله حق كل شيء جديد. انا خابرنا الالعاب كلها راح ما شفناه راح. احنا اختلفنا اليوم الصبح يقولون اهل الرياض يقولون المفروض الواجب عندنا يقولها ابو حاتم. اي والله. هي ابو حاتم. اي والله بما انك يعني جاي انت وهيك وساكن في الرياض فانا اقول الواجب لك يا ابو فزع بس انت بالله يا اخو عكست الوضع يا من قلبه يطيع. ما عاد عرضني ابو سلطان قال لا تمنعه من الطيب. قلت لا والله الا ماني بحالنا من الطيب صراحه. تستاهلون والله تستاهلون. اي والله الله يبيض وجهك يا ابو فزع والله يبيض وجهك. ولا هي غريبه ولا هي اول مره يعني سابق. والحقيقه زي ما تفضل الربع يعني ولا زالت احنا قد تكلمناك ومن الاول لك علينا واجب من العام. احنا بنمشي بعدين بعدين لكن ماذا الحين بنمشيها دوريه باذن الله. ابشر الدوريه الاول ان شاء الله عندي بحي الخليج. لا سبق شو الاسبوع الثاني عند ابو ثنيان. بس ثنيان اليوم هل تشوفه شلون؟ لا لا هذه عند ابو فزع. ابو ثنيان حجز. ابو ثنيان حجز من اول. ابو ثنيان الاسبوع الجاي ان شاء الله. الله يجود عليه. سبحان الله الدوريات. الله يحييكم. مرحبا يا سلام. تبقى والله عندي في المزرعة. والله يحييكم عندي في المزرعة. الله يحفظك. ابشر ابشر بيجي سمرة وتنور وفطيرة الميفة وعقبها خروف وعلوم زين. الله يحييك. ولي عقب الله يحييكم بالبيت. الله يحفظك. أما أنا بالنسبة لي إيه فمحلنا طال عمرك في الخيمة ومع الربع كلهم. ما تقرا عيالنا كلهم طال عمرك ما حرمهم. وافي وافي. ونوسع صدرهم ونطيب خاطرهم. سمرة احنا في خيمتنا. طال عمرك وذبايح. انت انت سبقتنا في صدرهم. وحنا بعد هنا فيها. بس. خلاص. الله يسعدك. والله زيارة البيت والمحل زين. التنسيق عند ابو فزع. هو ابد هو يرتبه درست سنة في القوعية ولقيت لي دورية يمكن لها 25 سنة. متوالفين ما شاء الله تبارك الله.
صراحة شوف لا أحد يزعل مني، المدرسين في الدوريات بالذات يعني لهم ترتيب فيها شيء رهيب، مو عشان معلم لا لا هو الحاصل، حتى شايف أولادي مدرسين أشوفهم عندهم ارتباط مع المدارس الأولى والمدارس الأخيرة، والله دائما يروحون المدارس الأولى. إيه على طار التدريس، الشاعر علي الطخيس من هالدوادمي قبل أيام مريته فالدوادمي يقول حنا يا المدرسين اللي تخرجنا من معهد المعلمين فالدوادمي، يقول جمعتهم قبل 6 شهور، قلت كم؟ قال قبل 35 سنة. يقول واجمعهم كلهم تقريبا 30 رجال من شتى المملكة، يقول ونحطهم في قصر في الدوادمي، يقول ويستانسون 35 سنة، يقول والدراسة 3 سنين بس تدريس مع المعلمين. والله ما يطال عمرك، الآن في إداريتنا ولا هم كلهم مدرسين، مدرسين سمعت وإداريين موظفين حق شركات، لها طال عمرك 37 سنة من عام 1401. لا إله إلا الله، 37 سنة يا سلام. نعم. ولا زالت طيب أسبوعية ولا شهرية ولا؟ لا والله الأسبوعية ما شاء الله تبارك، أسبوعية طال عمرك، وبيسووا الحفلة 37 قريب ما شاء الله. أجل قريبين من بعض أجل؟ لا والله مشتتين، يعني ناس في الرياض، ناس في الجبيل، ناس في الدمام، ناس، لكن نجتمع اللي حضر اللي ما اللي من حضر منك هذه الثمرة يعلم الله. واللي خلاها تستمر وش هو؟ بساطتها ولا بساطتها؟ أي شيء تأكلون؟ أبدا مو بشرط ذبيحة؟ لا لا مو بشرط. ما جاء طال عمرك وسعنا صدرنا عليه، ما جاء طال عمرك. احنا مثلكم، احنا عندنا الربيان، عندنا السمك، عندنا التونة، عندنا شاي طال عمرك، هالمحشي عندنا اشياء واجد، هريس اطلب تاج حساوي هذا احسن من الذبيحة، من الاشياء الزينة اللي طال عمرك كلها الاكلات هذه، مو شرط الا نكرها طال عمرك. وحنا عندنا الشاي الامور طال عمرك يجيبوه لها تقول كنا ذبيحة. اي والله لا جابوه طال عمرك على ذا الابيض كبر ذبيحة. احنا ما ننسى كلام ابو سلطان اخينا الحارثي جزاه الله خير، يوم بس يقول التكاتف والصدقات والامور الطيبه ذي. ابن عثيمين يرحمه الله وجميع المسلمين، جاء واحد وقال انا ودي ابذل ودي اصلي ودي، بس انا خاف اني اقع وين؟ اقع بالريا. احسنت. قال انت هربت من الريا وقعت به. لا اله الا الله رحمه الله. كيف يمكن اخينا ما شاء الله ان عنده دارة الامور؟ كيف يا شيخ؟ هذا يقول انا اتقيد بعض المرات عن العطاء وعن البذل واتسنن قدام الناس وكل شيء، اخاف اني من الريا. قال انت هربت عن الريا وقعت به. شفت الانسان يتصدق، قد يكون بعض الصدقات انت تقول ريا وهي ما هي ريا، يمكن عند عقيدتك يمكن تبذلها من شان الحاضرين يقتدون بك. نعم. من شان يقتدون بك. الصلاة اللي تبي تفعلها هي خفية قد يكونها أفضل، لكن تبي تقطعها مرة واحدة وتهرب من الريا وقعت بالريا. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمة الله عليه. فليعطي مثلا من شان عند الحاضرين ولا يبغى به ربا، ربما إنهم يقتدون به، ربما إنه يفتح باب مبارك مثل كلامه أبو سلطان يوم أنه يقول لازم البذل ولازم الجهاد ولازم الاشتراك قدر ما يستطيع الإنسان. العثيمين الأول، ابن عثيمين الأول اللي كانت كتبه الدرس الحين. أي نعم. الشيخ الأول. أي نعم. فيها الأول أول مرة. ما عرفتوا أنتم. ما عرفنا. لا أول مرة ندري أنا. هذا شيخنا قال له ابن عثيمين كان يتكلم بل يقصد بالشعر العربي. أي نعم. والنبط. نعم. نعم شاعر الديوان. نعم. يقول عبد العزيز الذي ذلت لسطوته شوس الجبابرة من عرب ومن عجل. شوس الشجاع بالقوي يعني. اي شوس. فعبد العزيز قيل انه مرة من المرات قال شاعرنا ابن عثيمين الشيخ لو. الله اكبر. انا درست في الثمانينيات لقينا بعض المناهج له عليها تصحيحات وبعض الأمور، لقينا شيء من مقالات ابن عثيمين حتى في شرح المدرسين لو ما هم مكتوب لقينا منها أثاره. قديم ابن عثيمين توجيه. عبد العزيز الذي ذلت لسطوته
شوس الجبابرة من عرب ومن عجم. خله لعله نعم والله. اللي جمع شتات العالم خلاه الله يجعل ذاك الوجه في الجنة. اي والله راح السيرة العظيمة. والحمد لله والحمد لله صلاحه ويعني وما عمله عبد العزيز طال عمرك باقي اثره في هذا المجتمع لهذا الحين. ونسأل الله انه انه يبارك في 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 الرسول صلى الله عليه وسلم. عقب ما نزل المدينة وانتشر الإسلام والحقيقة معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة وأول انتصار في الإسلام وورد اسمها في القرآن، كان جن النسواني يبايعني. الله أكبر. قال بايعني على ألا تسرقن ولا تزنن ولا تذبحن أولادن ولا وتقحص هاك الحرمة. أثرها هند بنت عتبة بن ربيعة، قالت يا رسول الله الحرة تزني؟ الحرة ما تزني. الله الله المستعان. كلام ايه كلام حكيم. فهي العرب طال عمرك الاولين صلبين المسلم كله وحكمة. شفت وحكمة. قالت الحرة ما تزني. لا اله الا الله. وش الدنيا ابوها و استنكرت هذا الامر. ابو سفيان بن حرب هم اللي شروا على ابو جهل يوم تعدوا الموقع انهم يمشون ولا يرجعون. عندهم شجاعة. يقول شاعر المصري يقول ألا استمعت إلى ما قالت عتبتي وللنصيحة من أبي سفياني، أغرك في الإسلام قلة أهلي بين افتقار الصحب والأعواني، يا قلة بالله كانت كثرة بشراكم وبين بنبوة القرآن. كانوا يذبحون بناتهم ويدفنونه من خوف العار ومن خوف والله الرجال. نعم خلي المجال للأخوان. سلام 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 سلام. ادير الحلقة يا ابو فزاع اديرها. ابوي ادير الحلقة على وجهي. انتم ما يبالكم ادارة انتم ما انتم تديرون. ابو فهد ابو فهد مستحي ومرة بنسمع الضيف بنسمع الضيف محتاجين. اي تفضل يا ابو فهد. ضيف والله يحييه. الله يسلمكم ان شاء الله. اولا مثلكم يقدر ويستحى منه ولا يقاطع ويبجل ويرفع على رؤوس الجبال. الله يبارك فيك. تسلم. وانا يوم جيت وقالوا لي ابائنا وانا لا اسميكم الا ابائنا الكرام، اما المصطلحات الثانيه يمكنها تعجب الغير ولا ما تعجبهم، لكن ابائنا الكبار والمحشومين والمقدرين. وانا ارى كل شخص من ابائنا الكبار هو كتاب من ذهب. هذا والله من طيبه. ولو انه غير مكتوب ولكنه عاصر مرارات الحياة، حلوها ومرها، زينها وشينها، فقرها وغناها. فالرجل اللي أمامك هنا في الغالب يكون بالعامية أفضل بكثير من المستشارين ومن المتخصصين، ويعطيك أفضل ما عرف من الحياة من خلال كلماته والتجارب والنصيحة اللي الدسم الشارب وتجاربه. هذا الرجل اللي أمامك في كبر سنه عاصر الأيام كلها بزينها وشينها، ولذلك هو كتاب لكن ما هو مكتوب. كتاب ما هو مكتوب وكتاب من ذهب. وأنا أحب كل أب من آبائنا وأصدقائي كلهم من الآباء الكبار، وأحبهم وأحترمهم وأقدرهم كثير. الله يرفع قدرك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أشكر من دعاني سعادة الأستاذ الإعلامي المعروف المحبوب لدى الجميع أبو فزاع، الله يحفظه ويجزاه خير ويكتب له الأجر ويوفقه ويسدده ويبارك لنا في أهله وماله وصحته. آمين يا الله. الأمر الثالث، أنا سمعت حلقة جزء من الحلقة اللي أمس، والواجب أني أشوف الحلقات كلها لكن مع كثرة الأشغال الله المستعان. فتحدثتهم أمس عن موضوع مهم وخطير. الله أكبر. الله يسلم. الابن اللي قتل أبويه. لا حول ولا قوة. مباشرة إنا لله تذكرت قصة من أروع القصص لنبي من أنبياء الله إبراهيم عليه السلام. لك أن تتخيل معي أنه عاش 90 سنة ولم يرزق الولد، وبعد 90 سنة زوجته سارة أهدته هاجر فتزوجها فأنجب إسماعيل عليه السلام. لحكمتني على ما والله الرجال. ولك أن تتخيل هذا الرجل بعد 90 سنة يأتيه هذا الطفل، كيف الحب هذا العظيم الذي سيحبه. يا سبحان الله خلاص أي بالله.
لكن العجيب في البلاء الذي بعد إنجاب هذا الطفل والابتلاء، يأتيه الوحي ضع هذه الزوجة وهذا الولد اللي أحبهم حطهم في الصحراء خلهم ابتلاء، فيأتي من فلسطين إلى مكة صحراء لا فيها كلى ولا ماء ولا بشر ولا عشب ولا ناس، ما فيها شيء من مقومات الحياة، ويضعهم ويلتفت ثم يعود. نادت يا إبراهيم لمن تتركنا، ما رد عليها. مرة ثانية يا إبراهيم لمن تتركنا، ما ردت عليه. بين الجبال ثلاث مرات نادي فما يرد عليه، رابع مرة قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا، ثم التفت وقال اللهم نعم، قالت إذا لا يضيعنا الله. الله أكبر، يا الله اليقين. ثم ذهبوا وتركهم، وقصتهم طويلة معروفة. لكن بعد سنوات كبر هذا الطفل إسماعيل، هذا الابتلاء الثاني بعد كبر وشب وصار من عدود الرجال وخط شاربه. ورجع إبراهيم عليه السلام من فلسطين على البراق، ثم وجد هذا الابن اللي كان صغير وأحبه كبر بعد سنوات، أصبح في حزة الخدمة لأبوه. صحيح. ثم يأتي الابتلاء الأعظم، بعد ما رأى ابنه وضمه وحضنه وفرح فيه، واقترب عمر إبراهيم عليه السلام ما يقرب 120 سنة، وهذا الشاب الجميل الذي أحبه لما بعد ما استقبله نام تلك الليلة. لما نام تلك الليلة وأصبح الصباح ناداه، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كلم حي الله الرجال. نعم. الأبو إسماعيل عليه السلام ما قال له يا أبوي ترى هذه رؤيا ولا أضغاث أحلام ولا أمور، لا نفذ. قال مباشرة يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنبياء. الابتلاء هذا العظيم لهذا الابن الذي كبر وترعرع الوحيد، يأتي بعد السنوات هذه كلها فيأتيه الوحي، لكن التصديق مباشرة ما فيها كلام. ثم إبراهيم أخذ إسماعيل واتجهوا حتى وصلوا في مكة إلى الجمرات. عند الجمرة الأولى أتاهم الشيطان على هيئة رجل كبير في السن، قال يا إبراهيم لما تذبح ابنك علشان رؤيا، فرجمه إبراهيم عليه السلام. يا الله الله. ثم عند الجمرة الثالثة ونفس الفعل، وعند الجمرة الثانية والثالثة، ثم هرب الشيطان ما لقى له مجال. العجيب أن إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم يا أبتي إذا أردت ذبحي فاجعل جبيني على الأرض ولا تنظر إلى وجهي كي لا ترحمني. تنفيذ الأمر. يا أبتي إذا أردت ذبحي فاجعل جبيني على الأرض ولا تنظر إلى وجهي كي لا ترحمني، تنفيذا لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين، وضع إسماعيل على جبينه، الله يكون معك، ثم مرر السكين على رقبته فلم تقطع، كما أن النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام. سبحان من المعجزات. ثم أخذ السكين مرة أخرى وقطع بها فلم تقطع، معجزات سبحان الله، تنفيذ حصل. ثم نزل الوحي على إبراهيم عليه السلام، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. هذا الابتلاء نجحت فيه والاختبار انتهيت منه، أنت وإسماعيل خلاص انتهى الاختبار، شر بالخير. وفديناه بذبح عظيم، كبش يربى له في الجنة من 40 سنة، أبيض أقرن. الله أكبر. أبيض أقرن يربى له في الجنة من 40 سنة، وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى إسماعيل وإبراهيم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله الله. لك أن تتخيل أن هذا الابن يستسلم لأبيه بالذبح وهذا الآخر يذبح أبوه. قدر الله ما شاء. أنا عكس الوضع. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمرنا لله. لك أن تتخيل هذا الابن الذي يقول لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حي والله الرجال. هنا
يتبين لنا مرارة الواقع الذي حصل قبل أيام في هذا الابن اللي يتفاجأ أبوه داخل عليه بهذه القصة الشنيعة اللي الواحد ما يستطيع أن يتكلم فيها وفي تفاصيل. حتى والله أن الواحد ما ودي يتكلم فيها. أعوذ بالله أعوذ بالله. شيء مزعج، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأن يكفينا شر كل ذي شر، اللهم وأن يسخر لهم كل خير، وأن يكفينا شر التيارات الغربية اللي بعض الأحيان لا تكون من المسلمين ولا تكون لا تكون إلا من أعداء. أبو فهد، الآن عشان ما نضيع الناس، وحنا خلنا نستفيد، وش التوجيه السليم في هالوضع اللي الآن بعض الآباء الآن وبعض الأمهات يقول لا تحيرونا، يعني أعطونا الحل أو قربونا من الحل أو ارشدونا إلى الحل، الحل وش هو؟ طيب الآن خلكم معي مركزين شوي. هذا الأمر تحديدا كلنا على جميع الطبقات والمستويات نتحمل مسؤوليته. هذا الابن وما يدخل فيه من أفكار هي ليست فقط من البيت ولا من المدرسة ولا من النت ولا من التيارات الأخرى، كل واحد منا مسؤول عن نفسه وعن ابنه وعن صديقه وعن ما يقول وما يتكلم فيه. البيت له دور كبير جدا في زرع القيم والمبادئ في هذا الابن، المدرسة لها أثر كبير جدا في زرع القيم والمبادئ في هذا الطفل وهذا الابن وهذا الشاب، الجامعة نفس الطريقة، المؤسسات الحكومية لها دور كبير جدا. الحين حنا في آبائنا الكبار كانوا يقولون لنا يا ولد لا تجلس إلا مع رجال أحسن منك علشان تفهم وتتعلم منهم، صح ولا لا؟ صحيح. إذن هذا الكلام له أثر كبير في أبنائنا، ولزاما علينا أن نحن نكون متترسين بأمور التربية كما نحن متترسين بعلوم الرجال والأمور اللي فيها خير. الآن التربية يا جماعة الخير تدرس كيف تكون مربي ناجح، كيف تكون مربي ناجح. عندنا مشكلتين، مشكلة ضعف التعلم في بعض المسؤولين والآباء والمربين وضعف القراءة. التربية ترى أنت الآن ما تصير مهندس حتى تدرس 5 سنوات ولا لا؟ صحيح. ولا مدرس إلا 4 سنوات، ولا طبيب إلا 7-8 سنوات. كل تخصص له علم وله مهنيات، كذلك تربية الأبناء يا جماعة الخير تحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى قراءة. الشعر الواحد ما يصير شاعر في يوم وليلة، صحيح. يتعلم ويقرأ ويجلس مع الشعار حتى يفهم الشعر. كذلك المربي الناجح، ولزاما علينا أن نكون إيش؟ ناجحين. مربين ناجحين. ولك أن تتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيرة طويلة جدا وفيها قسمات ومعايير خيال وروعة في طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير، مع الكبير، مع الرجل، مع المرأة، مع زوجاته، مع اللي حوله، مع الخدم، مع أبناء، مع الحيوان، مع الجماد، مع كل شيء. لك أن تتأمل، لكن ضعف القراءة والتوعية وضعف الثقافة تولد عندنا عدم معرفة تربية هؤلاء الأبناء. وإذا قلت ثقافة تربية الأبناء قلت استفادتهم، أصبحوا عرضة ليش؟ عرضة للخطر. للخطر. ولا ندرك نحن أن الأخطار في أبنائنا من في كل مكان. أكيد. يا سلام. واليوم هو عندك في بيتك، لكن برا ما هو في بيتك. ولذلك لزاما أن تزرع فيه القيم وتحرص عليه وتضعه في المدرسة وتسأل عنه، تسأل عنه معلمينا وتشوف صفاته وتشوف إيش يبي وإيش ما يبي وتشوف تخصصاته وتشوف الجامعة، وتكون مع ابنك خوي إذا كبر وتسمع منه وتفرد له قلبك شوي. سامحوني أبائنا الكرام بعض الأحيان ربما من طيب. نعم. أيوة من مراتب. أيوة من حرصهم على أبنائهم يشدون عليهم، فيصبح الولد يخاف ما يقول له لا شا ولا با. الله صحيح. لكن لما يكون الأب فيه قريب. رحمة وفيه حنية. نعم. أيوة يأتي الابن يقول يا أبوي تراني أخطيك. ولذلك تتأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت الماعز، لما أتى والغامدية قالت يا رسول الله إني زنيت، هل أرسل وراها شرطة ولا مباحث ولا أرسل وراها حد؟ ما أرسل، لا هي بنفسها جات اختيارها، هي اختيارا أتت. ولذلك الميزة التي في المربي الناجح أن يكون قريب من المتربي،
وانا ما ابي استاذر بالمجلس وانتم فيكم الخير والبركه. الله يعطيك العافيه. والله بيض الله وجهك. افرد افرد افرد. لا والله نستفيد كلام جميل. يا الله تعطيه العافيه بيض وجهك. ترى ما تضر. ترى الله يسعدك. الله يسعدك. ترى بدك عندنا لب وفهم وكثر خيرك وجزاك الله خير. الله يتقبل منا ومنكم. الله يجزاك خير يا اخي. كلام الله اني سطر من ذهب. لان هنا كلام جميل. هنا يقولون ما طلع من القلب دخل ومن ما طلع من اللسان ما تعد. حر حر يا ابو صالح. وهذا كلام مقوله ولا مقوله ما يبعد. الله يهين ابو صالح. انت هذه حط مجالك. احنا طبعا كبير عاد بقي شيء. والله يا اخي واحد واحد الله يعطيه الصحه والعافيه. هذه البيالات شو انا اجيبها؟ معروف بكاي دائما ناخذها الاول. لكن من يبعد مقتنع من شباب؟ ابو سلطان. هلا يا ابو سلطان نفداك. نبغى نسمع الصوت. الله لا يعينك. الكلام اللي تقولونه جميل. انا اقول للشيخ احنا طال عمرك ما شاء الله خاش الرجال. الزمن اللي طلعنا فيه ما كان فيه تعليم في البدايه، وكنا نجلس مجالس اهلنا بالضبط، وكنا نستمع، وكنا ما نقعد مع الشيبان الا جلسه المؤدب في اقصى المجلس. اي والله. ولا نتكلم وهم يتكلمون. هذا شيء من الامور. الامور الثانيه انا ما انتقد شيء من الاشياء اللي تعرفونها. الان اللي تخرجوا من 30 سنه ومن 40 سنه في التعليم يقدر الرجال منهم ويرتج الخطبة على قلبه بدون ورقة مكتوبة. لكن هلا خلي الحين واحد مع الدكتوراة يتكلم بدون ورقة مكتوبة. الله الناس أجناس. فارس وحدنا قل شوي. هذه أرد أنا لإصالة التعليم وعدم كثر الاختلاط اللي احنا تعرفه. تسعد الوجه يا من العافيه. والله يعلم الانسان يصيب ويخطئ. وان شاء الله ان شاء الله ان الدوله مفكرت في الامور هذه، وان شاء الله في امل علوم زينه وحكومتنا مبروكه ودامت كل شيء يصلح لنا. والله يوفق الجميع ان شاء الله. الخطيب في المسجد له دور في التعاطي مع القضايا الاجتماعيه اللي تصير. اكيد احنا يا جماعه الخير بعض الاحيان نرد اللوم كله على مؤسسات الدوله. لا يا جماعه الخير، لا، الدوله جزاها الله خير ما قصرت وبذلت، انشات مدارس، انشات مصحات، انشات وزاره الداخليه مشكوره، انشات اقسام متخصصه لمراعاه مثل هؤلاء الشريحه من الشباب اللي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببعض الأشياء الغير جيدة مثل المخدرات، مناصحتهم، متابعتهم. لكن ولي الأمر له دور كبير، المدرسة لها دور كبير. وتعجب معني مع حبي واحترامي لبعض المربين والمعلمين، يقول للطلاب لا تدخنه هو يدخن. طيب كيف يسمع النصيحة؟ هذا مصيبة. كيف يسمع؟ إذا كان رب البيت للدف ضاربون فشيمة أهل البيت كلهم الرأس. أنا أذكر بدون مقاطعة على مؤاخذة عندي أذكر شو اسمه أحد أولياء الأمور كلمه وكيل المدرسة قال يا فلان ولدك استرح يا ابو فتح يعني خرب الجدار من برا جدار المدرسة عشان طعن قاعد يشخمط عليه. الا والله انا صدق نبي اشرب يعني كله ما هو كلام بذيء شوي ما يرد. فجاء يعني كريم ما يرد. والده جاء والده وجد الطالب ووكلاء المدرسة والمدير. قال والله هذا شوف فعل ولدك يعني شوف كيف التربية اللي يعني تنقصنا صراحة. فنظر إلى ولده بس نظرة. أول شيء قال تكاليف البوية وهذا علي أنا، هذا أول شيء. ونظر لولده قال يا ولدي إلى فعلت شيء فارفع راسي بفعلك لا تنزل راسي. ومشى درس كامل. يقول لك المدير والوكلاء من كثر ما شافوا الولد يبكي بكوا معه. قال انا ودي انه ضربني جلدني ولا قال لي هالكلام ذا. قال لي ولدي ما رفعت راسي لا تنزل. فصار افضل طالب مثالي في المدرسه.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد في المدينة اتخذ خادما يهوديا، غلام يهودي. ايوه، أليس بإمكانه أن يتخذ خادم غلام مسلم؟ بلى. لكن انظروا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فرح اليهود بأن لديهم واحد ينقل لهم معلومات بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. اي بس الله حاسوس. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي ويريد أن هذا الغلام ينقل الأخبار كي يعلموا أنه نبي. الله أكبر. اي نعم. الله أكبر. اي نعم. الغلام هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن ثم مرض وأصبح طريح الفراش، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا الغلام اليهودي بيزوره. من جمال صفات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام اليهودي هذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، زار يحبه. الله موجود. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيزور هذا الغلام وجده على فراش الموت، فقال له: يا بني قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. الغلام هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويبي ينطقها، وأبوه واقف اليهودي وخايف منه، فينظر في النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في أبوه اليهودي، فعلم الأب اليهودي أن الغلام يريد أن ينطقها، فقال الأب اليهودي: يا بني أطع أبا القاسم. الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. خاتمة خير يقول. ومات هذا الغلام. خاتمة خير. الحين أظن. لا إله إلا الله. الله أكبر. أظن عمر بن الخطاب حول الشباب يقول: سبع ألاعبة هذا الطفل، وسبع أحسن أدابه تغير المراتب، وسبع أصاحبه. جاء واحد من الأخوان وقالوا: سبع معي ولا مع أنسابه؟ هذا لما نتزوج. لا تزوج هذه الأخيرة. فشوفها مراتب، أولا يلاعبه طفل أبو سبع سنين، وبعد سبع سنين يدخل وين؟ بلداب. سبع سنين ثانية وبعده يدخل بالصحبة. صح. الضرب ما عاد ينفع، انتهى. صح. ويقول لك لا كبر مثلا مضى الثلاث السبعات معي ولا مع انسابه. قال واحد من المشايخ: ان شاء الله يبقى خير، يبقى يجمع يجمعك ويجمع انسابه. ما جات من شاء الله. خلي المجال لك. هاي ابو سليمان صلى على النبي. اللهم صل على النبي. الحقيقه يعني الحديث والكلام اللي تتكلمون عنه مثل ما قالوا الاخوان، الله يحفظكم جميعا ان شاء الله. مجالس الشيبان اللي جلسنا فيها وحنا شباب تراها ما تروح من الخيال والذاكره، لانه زي ما تفضل ضيفنا الله يحفظه، وان كان انه راعي محل وحنا الضيوف عليه اليوم، لكن نجلس في مجالس فيها الشيبان يا طوال العمر. الشيبان يا طوال العمر يتكلمون في الصالح العام، واحنا مستمعين ونحترم المجلس ونقدر الرجال. الان يا طول العمر نمشك على الله، يعني تجلس في المجلس، فما عاد احنا نعاني من الشباب، نعاني من بعض الشيبان. طال عمرك نجلس في المجلس بسولف مع شايب ولا مع شرواكم، طال عمرك اليوم ماسك الجوال والطاخ طاق طاق. هذه مشكله والله. حتى بعض الاوقات والله اني افز اقول ايش اللي جا الرجال يكون عوره شيء، بعض شاف مقطع ولا شيء. فلذلك ادب المجلس واحترام المجلس واحترام الرجال لشرواكم تراه هذا واجب. هذه مدارس يعني طال عمرك. المجالس مدارس، المجالس مدارس يعلم الله. وما ترى ما يعني انهم تعلموا هذا. احنا يعني الشباب الان الله يحفظهم متعلمين وفيهم بركه وفيهم خير، لكننا نبغاهم طال عمركم يبذلوا جهد، نبغاهم يا طال عمري يكونون دعاة، نبغاهم يكونون أهل صلاح أهل تقوى، لأنه عماد البلد. ويوم من الأيام طال عمرك الشيبان يروحون مثل ما راحوا شيباننا، وإحنا جينا بعدهم هم كذلك. إحنا بنغادر للي الله سبحانه وتعالى كتب له البقاء، ولا على الدنيا بقاء، لكن إنه يطيل في عمره. نسأل الله يكون طول العمر على عباده وعلى صلاح. فعلى كل حال سعدنا والله بجيتك يا ضيفنا، والله يحييك ترحيب المطر. وعلى كل حال إن يعني هذه الأمور لهذا، أنا كتبت والله في الأمور هذه كثير، لكن كان في بالي إن ما بنطرق الموضوع هذا اليوم، لكن بما أني هذا استذكرت يعني أشياء ودي أسمعكم إياها
ودي قدام كذا ارحب بك ببيتين باسم مجلس الحكمه والشيبان الله يحييك ترحيب المطر تفعله يستاهل. يقول يا مرحبا واهلا بعز الضيوف يا مرحبا ميات ولا ولوف احنا نتشرف يوم نشوف النشامة هذي عوايدنا وشيمتنا هذي عوايدنا وشيمتنا. اما الموضوع طوال العمر فعلى كل حالة الحوادث بكل ما يتعنيه يعني سواء انها طوال عمرك مثل ما سمعنا من ابو صالح احسن الله عزاكم يا ابو صالح والله يرحمهم ويجبر بخطر ابوانهم وان كانت الحوادث اللي تحدث عندنا الان ونقول انها الحمد لله انها راح يعني صحيح انه راح في سياره ولا في حريق ولا في شيء ولا هذا ولكن من مسببات احنا نشكي من المسببات اللي هي قالوا اليها الشباب ما ودنا والله يندفعون بسرعات جنونيه ثم يصير طال عمرك مصيره الى القبر ولا مصيره الى اعاقه يقعد طال عمرك يعاني ابوه وامه طولة ما هو حي ترى اللي عنده مريض ولو كان لسلة عنده يعني نزله ولا زكمه هذا ترى والله ابوه ولا امه ولا هذا تراهم معانا يا ابو سلطان ولا هنا والله من جد فما بالك واحد عنده طال عمرك القى بنفسه طال عمرك في حادث مروري طال عمرك ثم اصبح طال عمرك في طرف البيت طال عمرك زي قطعه من اثاث البيت وان كان مقدر من الله سبحانه وتعالى لكن يجب الانسان انه يحترس ياخذ الامر لله سبحانه وتعالى الله يجبر بخطرهم والله معنا يا استاذ يا ضيفنا ويا اخواننا الحاضرين لكن الشكوى على الله سبحانه وتعالى يقول لا 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 قرى يا قادم ربي خليك لي ويا هاني الذي قلبه من الهمس لي شوف قلب العنا ذا يحسب الهمس له ترى اللي في قلبه شيء دائم يتوجس يحسب ان الناس ولا كذا صحيح. شوف قلب العنا ذا يحسب الهمس له كل ما شاف زول اللجب بين الضلوع زاد نبضة علي ودايم في دواء زاد نبضة علي ودايم في دواء ويا شباب البلد تكفون يا دم كلي كم عزيز علينا راح تحت الصلية الله لا يوريكم مكروه ويا شباب البلد تكفون يا دم كلي كم عزيز علينا راح تحت الصلي والحوادث تروها لبات المشكلة كل يوم نراها والنسب في طلوع كم قلوب تعاني حد رحت بالضلوع لا ضوى لا ضواها ضما ولا هي تحس بجوع الله يمنعنا وانتم من هم الدنيا والآخرة لا تعاني ضما ولا هي تحس بجوع والحوادث ثرها لبت المشكلة والناس والمشاكل نراها من يمين ويسار كم عاقل ولا فاد حديث الدواء كم عاقل ولا فاد حديث الدواء سلامتك صح لسانك يا ابو احمد الله هذا حاتم ولدي ما شاء الله قبل فتره ارسل لي بيتين
حاتم مثل ابوه الله الله يشتكي من واحد من اخوياه غلط عليه اي اكيد ويقول يا ابوي وش رايك يعني ازعلني بالحيل فهو يقول زين العلم ابوه والله شو لا والله الحمد لله هنا يقول عز الله اني عريب الجد والخالي وعز الله اني مكمل في مواجيبي مير البلا الحالة والله ما تهيالي الحال يرثالها ما تسني يعتبي يقول وانا بن قبيله عاد رديت عليه قلت إن كان تبغى الفرج لا يا بعد حالي صلاتك احرص عليها واحذر العيب وترى السهر من عيوب الرجل يا الغالي ومن عاملك بالوفا عمله بطيبي لا تخلي النجس والخائب والانذالي يلقون دربا عليك وتصبح حضيبي يلقون دربا عليك وتصبح حضيبي هذه نصيحة مجرب وانت رجالي شايبك ينصحك دايم هرج مصيبي صايبك ينصحك دايم هرج مصيبي قال اجل والله ما عاد اكلمه ابوي ونعم بالولد وابوه الله عليك وزود الله عليك وزود الله عليك وزود والله ما لهم الا الدعاء الدعاء طيب تفضل يا ابو سيف الله يصلحهم تكلم تو الله يجزاك خير عن قصة نبينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام اللهم صل على محمد هل ابتلى الثنتين على اسماعيل الاوليه والثانيه المصائب مصيبته في ابوه وكيف ابوه تركه واجمعوا الحطب واحرقوه ولا احترق لا اله الا الله نعم. سمعت وهذا ترك ايات من ايات الله والله سبحانه وتعالى ابراهيم اختاره اختيار خليل الله من أب وثني بحت يصنع الوثنية والثانية أنت قلت 90 سنة وما جاء وما جاء ولد لا إله إلا الله فجاه الولد وتعلق في الولد أكيد وأكثر بعد أهلا تعلق إيه ولدي ولدي 90 سنة ما شفت ولد إيه وعندي بنت عمي ما جابت لي ولد وجاتني ذا الجارية وجابت لي الولد وطلعه من فلسطين واجيبه نعم الجبال فيران وحطه بين الجبال وجابه طال عمرك ما فيها لا شيء ولا شيء وحطه الله ما فيها الا سباع اسمع وتركه ومشى وعود له ثاني مرة وبذبحه نزعة الحب من إبراهيم لولده عشان يتفرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحب الإله يا سلام لحب الله سبحانه وتعالى لا تحب أحد على الأرض كل بيفني إلا ملك الملوك سبحانه هذا وحده الثانية نوح عليه الصلاة والسلام يا بني اركب معنا اركب معنا يا بني اركب معنا غالي عند والده يا بني اركب معنا الولد شايف الابو شايف ولده بغرق ما في احد بيبقى الا اللي هالسفينه يا بني اركب معنا الله الله قال ساوي لجبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الكلام اللي يجي ويروح الآن يا بني يا ولدي يا أخوي يا أبوي ادخل بيت الله هذه السفينة هذه سفينة النجاة بيت الله
ادخل. قال بروح شوي بس اجيب الطير، ولا بروح شوي سوق القلم، ولا بروح شوي اشوف الكوره، ولا بروح شوي اقعد مع الربع. لاحقي توه مذن هاد دقيقتين توه مذن. يهدن هالشيطان والعياذ بالله. هاد دقيقتين بتصير ساعات. حول ولا. وتكبيرة الإحرام الآن، إحنا نقول تكبيرة الإحرام يا ناس، وكلنا نقول ورسولنا يقول تكبيرة الإحرام. أنت تدري أي في أي سماء تكبر؟ إذا كانت الشمس تجري لمستقر لها والكواكب تتبعها، على أي سماء تكبرت؟ وعلى أي سماء كبر الإمام؟ الله. الإمام كبر في سماء، وانت كبرت في سماء، وبينك وبينه كم؟ لا تظن انك على الارض. كم انت على الارض؟ الارض تجري تتبع الشمس، لكن على اي سماء انت؟ قلت الله اكبر، لكن لا يقول الله اكبر الا انت وراه، لكن تقول الله اكبر وتجي تركض. وين انا قاعد انا؟ وين انا فيها انا؟ وين الطمانينه؟ وين انا فيها انا؟ راك من خيل انا جاب رب العزه والجلال. الامام كبر. ان الله مع الصابرين. اجل وينك فيه انت الحين؟ ان الله مع الصابرين. اجل وينك فيه انت؟ وين انت اليوم؟ وينك فيه؟ صحيح والله الصحيح. انا عجل، انا ذاك، انا ولا انت بعدل ولا انت بشيء. انت من مزعلك؟ بس قل لي يا ابو سيد. والله اني صادق يعني مزعلني من الاوادم اللي لا هم مهتمين بابنائهم ولا الاباء مهتمين بابنائهم ولا الام اللي قاعد تطالع تلفزيون ولا طالع جوال. اصبر انسان مسجل، اصبر الحق ما تلحق. ليش؟ قوم يصلي. المرأة تقوم تصلي والاب يقوم يصلي والابن يقوم يصلي. امسكه اباتنا الاولين طال عمرك يلحقنا بعصا. صلوا رحيم الله. الحقوا الصلاة يا عيال، الحقوا الصلاة يا عيال. ما في احد. لو احنا مشينا على هذا المسجد ووصلنا وصلينا صلحت امورنا كلها، لكن احنا تركنا المسجد ورحنا مع الشيطان. الله المستعان. ما دام رحنا مع الشيطان راكبنا علينا، وكل شيء بنسويه بنفحط وبنلعب وبنذبح. لان ما عندنا وازع ديني. يا ساتر. لو عندنا وازع ديني ذاك يقول يا بني، وذك تقول آه الله، والثاني يروح ابوه في النار وولده في النار، ويجمع له عشان ايش؟ عشان معزة الملك. اترك ولدي عشان معزة الملك. ومعزة الملك من هو؟ النمرود تركه وجمع الحطب وحرق ولده، فلذت كبده وحرقه. الواحد يفكر. لا تمشي مع فلان، وإذا أذن المذن اقرب. قال ذاك يا جماعة الخير ليش اسمه خلي يذن؟ قال لا الأذان للغافلين. أمانا طال عمرك قبل أبروح. أنا ماني من الغافلين، أنا بروح قبل المسجد. تقرأ لك، تدري انك تقرأ لك نص جزو وجزو كامل قبل ما تقام الصلاة؟ وين احنا؟ ما عندنا شيء. يوم تركنا الدين ركب علينا الشيطان وذبحنا اهلنا وذبحنا ابانا وفحطنا وجينا طال عمرك سيارة في سيارة تتصادم جميع. وين الفرخة ولا الدجاجة؟ انت فرخة ولا الدجاجة؟ لا بالله لا انا فرخة ولا انا بدجاجة، وخل سيارتي عندي. انا بني ادم. لا يتلاقون اثنينهم. هذا فرخة وهذا دجاجة. هذه حركات جديدة عند الشباب. ويجين يتصادمون طال عمرك اثنينهم، اللي يوخر دجاجة. يا سلام. واللي يتصادم طال عمرك يموت الاثنين. واخر وبنجي نفسي والحمد لله. ولا حرك سيارتي بعد. ولا حرك ابدا. معي انت الحين في الكلام؟ عسى الله يوفقك. شامك لي الله يحفظك. يا ابو سيف والله ابو سيف ما يستغرب منك هالحراره يعني الانسان والله من مول الشباب. وبعدين انت يعني من اكثر اللي مخالطين الشباب ابو سيف، ترى قائد كشفي. نعم قائد كشفي دولي يعني عن قرب ويعني عاصر جميع الاطياف والاعمار والاشكال. لكن مهما كان ابو سيف احنا نقول لا نقفل الباب، نقول
في خير في شبابنا اكيد في والله الله. اشوف مقاطع على السناب شات وعلى الانستغرام وعلى وعلى الواتساب شباب يتكلمون كلام وحلول يعني مو كلام هرج فاضي يتكلم في قضيه ويعطي حلول موجود. الخير شبابنا ما شاء الله تبارك الله يحتاجون يحتاجون بعض التوجيه لا فيهم بركه وخير ومتعلمين الحين الشباب يعني الان طال عمرك ما شاء الله يعني الخطباء والواعظين واللي يقودون يعني المجتمع الان هم الشباب الان في كل اتجاه ولا ننكرهم ونقول لهم ان شاء الله لكن احنا من حرصنا وحبنا لهم فما احنا طال عمرك والله لا احنا باحسن الناس ولا احنا هذا واحنا عندنا اخطاء والله يغفر ذنوبنا ولا يواخذنا وعندنا تقصير لكن الكمال لله سبحانه وتعالى لكن من حبنا لشبابنا وحبنا لبلدنا وحبنا لمجتمعنا غيورين وحريصين اننا ودنا ان نشوف لان الامور الان طال عمرك بدات يعني اشياء تلوح في الافق من كل مشاكل عسى الله خاطرينا بلاها ولا بتنحل هذه الأمور ولا هذه المشاكل إلا اعتصامنا بهذا الدين وحبنا لهذا الوطن والتكاتف حول قيادتنا وحول طال عمرك مسؤولينا فإن الحمد لله يعني لنا الفخر ولنا الاعتزاز يا طوال العمر إن نفخر بالقيادة ونفخر طال عمرك بهال الدين وهال السنة ورجال طال عمرك طال عمرك بلدنا هذا طال عمرك هو بعد الله سبحانه وتعالى بلد الإسلام اللي بقى يحكم الشريعة ويحافظ على المقدسات ويحافظ على مقدرات المسلمين في كل مكان إن مثلا طال عمرك أخطأنا فعلى كل حال الخطأ وارد لكن يجب أن نتمادى في الخطأ هذه قبلة المسلمين والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وطال عمرك والناس كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم لهذا البلد فيجب أن نكون حنا قدوة في كل شيء وإن حصل مثلا يعني بعض الأمور هذا الكمال لله سبحانه وتعالى الدنيا من خلقته وإن فيها اللي يقول ما فيها ما في شك لكن سمعت لي عن مصدر قرب أنه موثوق يقول في سحر إلكتروني سحر إلكتروني من وقعبه بالشباب يقول مغر يلهث يطلب وراه حتى أن حد الأخوان قال أن فيه ولد أخذ السكين يبي يضرب أبوه يقول أنا معاقب إذا ما ذبح أبوي وأمي رايحين يذبحوني فما أدري من أين جاء السحر الإلكتروني ذا هل هو صحيح أبو صالح ولا أمور نعم أبعلمك في الموضوع تقول شوف شيء ثابت أي ثابت ما في ما شيء ثابت ما في في كلام الله أكبر واحد من الجيران عنده رجال الله أعطاه حكمة يمكن عمره في 60 65 جاه واحد من جيرانه ما هو بسعودي ولا يقدر يروح عيادات وكذا في أمور لازم الكفيل يعني في شغلات كثيرة فقال الولد عندي بدأ يلخبط أيه؟ يعني بدأ يتكلم في كلام هو جيس قاعد يلخبط هذا اللي مو الأجنبي أي جايب كلام يمين يسار وأنا في الديرة هذه غريب وأبغاك تفزعلي يعني وش أسوي قال خليني أقابله يقول أول ما قابلته عرفت المشكلة وش الله أيه قال المشكلة جدا أبشر يا أبو صالح الحين يجيك قال المشكلة جدا بسيطة قال جيب الولد أبي أقابله أخذه وخلاه عنده قال روح جلس معه سأل سؤال واحد قال أنت كم لك يوم ما رقدت قال ثلاث أيام شفت البلاء قال ثلاث أيام مواصل أي مواصل أنا قال مواصل والعقل فاصل قال طيب تعال أنت بترقد عندي أجيب لك غرفة ولا بتروح عند أهل قال لا بروح دق على أبوه قال اسمع بيجيك الولد لا تكلمه ولا تناقشه ولا تثور أعصابه ولا خليه يرقد هو شارب له بايسون الشغلات هذه حقت او اي الشباب ما ادري وش شرب شيء يعني من المشروبات يعني مشروب طاقه منبه وبلاي ستيشن ترى البلاي ستيشن يجلسون أوه عليه أوه 15 ساعه 16 ساعه ما يدرون المهم من كثر ما جلس ولعب الرجل نظيف وطيب وما في ولا شيء يا سبحان الله يقول والله رقد 12 ساعه 13 ساعه المهم انه من 6 ل 6 ومن 6 ل 7 يقول قام وهو في كبد العافيه متعافي عرف اللي صار سبحان الله انه مثل الكمبيوتر يوم تفصله وترجع الاجهزه محلها سبحان فاللي صار انه واصل ثلاث ايام المخ خلص شوي ويمسح ضرب عنده ضرب المخ والولد هو توقع قال سحر توقع انه مخدرات توقع انه عين احيانا يكون السبب يكون بسيط صحيح واحيانا يكون السبب مو بسيط لكن تتابع المؤشرات نعم الحركات العيون الريحه الملابس نظيفه ما بنظيفه الحلاقه النظافة الشخصية مهمة والله يعين الحلاقة الله ما يقولون أنا في أبو صالح نفداكم جميعنا سليمان ولدي الكبير أمس كنا الظاهر أنه شاف حلقة أمس وكانت أثرت حلقة أمس على الناس الصغير والكبير لكن قال لي ترى يا أبوي فيها حاجة اسمها المخدرات الرقمية
وترى هذه يا ابوي موجوده والظاهر عن طريق مواقع ترسل يا طول عمرك بطريقه معينه تثر على الانسان اللي يدخل المواقع الخبيثه هذه. ولعل الشيخ انه عنده هذا، وانت باعتبارك انك مربي ورجل اعلام وكذا لابد ان عندكم خبره في هذا. انا سمع قال ترى الكلام هذا حقيقي وموجود، يعني يعني تاثر على العقل بعد فتره، يعني اذا وقعت لا سمح الله تأثيرها لازم يكون موجود. والله ود أن نستفيد ويستفيدون المشاهدين. مخدرات الردمية في 60,000، يعني آخر إحصائية 60,000 حساب. طبعا السعوديين أكثر برنامجين يتواجدون عليها، برنامج السناب شات وبرنامج تويتر. نعم. أكثر من 60,000 حساب مشبوه موجود على تويتر. نعم. حساب مشبوه إما يحرف العقيدة، شفت، وإما يحرف التوجه الديني والهوية الوطنية، يعني يحرفك يجيب لك شغلات، احيانا يجيب لك مقاطع ما هي في دولتك ولا هي في بلد تكون قديمه، يحطها لك يقول شوف الحال كيف صاير، ويسبب انحراف ايضا سلوكي، ويسبب انحراف اللي هو يخاطب الشباب. انتم عارفين الشباب رغباتهم اللي في 16 و15 و18 المراهقه، فيخاطبهم بلغه ويحدد لهم يعني رغبته بالضبط وش يبغاها، وكلها حسابات مشبوهه. مجرد تدخل في هالشبكه اغلب الحسابات هذه من دول معروفه تريد الضرر بالبلد، تريد الضرر بالمكون هنا والخلل، تريد يعني خلل الدوله هذه هي نجاح لها. فوالله يا جماعه الخير مثل ما ذكر ابو فهد احتوائهم والقرب منهم، وايضا لازم تكون متكاشفين، خلاص ما عاد فيها البعد، انا اروح الاستراحه ومع فلان وفلان، والله ما ينفعني عيالي اللي ينفعوني. والمدرسه برضو زياره المدرسه لو كل شهر مثلا، والله العظيم اني يجي المدرسه، انا معلم، انا رائد نشاط، اني يجي يقول ما ادري سنه كم عندكم. نعم. والله يقولوا عندكم. طيب سنه كم؟ قال انا ما ادري. واذا جاب سنه ثانيه ما يدري، ثانيه اول ولا ثانيه ثاني ولا ثانيه ثالث ولا يدري. صحيح. اللهم اذا جات مشكله جانا. طيب هل له اثر زياره الولي للمدرسه؟ ايش اثر؟ يستفيد. هالولد خلاص يجيه ارهاب خلاص في قلبه، انا لازم عند تعرف الرهبه والرغبه، يصير عندي ارهاب من ابوي يجيني فاخاف واجتهد واجد، ويتغير سلوكه، يدري انه مراقب. تدري بعلمك شغله، بعض الطلاب يغير رقم التليفون اللي عند المرشد الطلابي. صحيح. اما يحطه الواحد من اخوياه الفاسدين وحدثت والله، واما يحطه لاخوه الكبير، يحط الرقم رقم اخوه الكبير. فالمرشد يرسل ويتصل يدق يرد عليه واحد فلان ما جاء، لا عندنا خبر هو راح المكان الفلاني، فلان سوى. وهو طال عمرك احيان ما يجي المدرسه، احيان يكون راقد في السياره ولا في الحديقه ولا في المطعم. وفي نقطه مهمه للاباء والامهات، خروج الولد من المدرسه لا يعني لا تتهاون في هالموضوع، لانه انحراف كبير جدا ما راح يرجع منه المدرسه، لان الفتره هذه فيها اشرس الناس واسواهم. الفتره هذه اللي من الساعه 8 للساعه 12 اخبث الناس فيحرفونه انحراف كبير جدا في كل شيء، فيعمونه في كل حاجه. رقم الجوال في المدرسه لا بد الابو يجي يشوف، يزور، يشوف رقمه مسجل. ابو سيف يضحك كان مر موقف زي كذا. والله مو مر يا اخي، انا اللي اقتلج منه مرت علينا كلها. لا والله اقتلج من مساكين هالمدراء يسوون طالع مجلس الاباء وكيك واغراض وشيء وجلسات وزورونا، ولا يجي الا 12 مدرس على ان المدرسه فيها 1200 طالب. الاولياء قصدك ما يجي لك احد. اولياء الامور يا اخي، ما دام سووا لكم ذا المجلس تعالوا شوفوا عيالكم. صدقت. ما حد يجي. والله انها صحيح. 12 من 1100 احنا شفنا 1200 ما لقينا احد. اي والله صحيح. الان يا ابو سيف ولا هم من يسمع، الان مو كل الناس تحب الفلوس؟ بلى الناس كلها تحب الفلوس؟ لا. يقول اللي ما يحب الفلوس كذاب، واذا اثبت ذلك فهو مجنون. خلاص. افضل مشروع استثماري يدخل فلوس ولدك. افضل مشروع ان كان تبغاه مشروع فلوس، حتى مشروع ديني. انا لا ديني، هذا واجب مفروغ منه. انا اقول انتم اللي تقول انا فقير وما عندي، افضل مشروع استثماري ولدك. الدكتور عبد الكريم بكار حسب حسبه كذا معينه ان ولدك يتخرج دكتور او بروفيسور، راتبه 45,000، يقول وين المشروع التجاري اللي يدخل لك 45,000 وانت يعني حسب الحسبة ولا دفعت عليه 10%؟ فأفضل مشروع. طيب تصرف الدولة، ترى التعليم بلاش، ترى الموضوع والصحة بلاش، والأمور كلها زينة، مراقبة بس. والله العظيم راح يسألك الله. إذا الله يسأل عن الأمور اللي هي ماشية تمام، فما بالك إذا خربت، فراح تتحاسب عليها. كنا في ملتقى في حصاتق حطان،
وكان معي واحد مدير جمعية التدخين في 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 وزارة الصحة، مكافحة التدخين. اي الله الله. واحد قال له عايض المشعلي، فاتكلمه وقال تصدقون ان 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 شركات التدخين يركزون على من؟ قلت انا الثانوية. قال لا. قال واحد المتوسطة. قال لا، يركزون على الخامس والسادس، الصف الخامس والسادس. طيب المتوسطة والثانية؟ قال لا ما لهم دخل فيها. حتى يقول جتني عروض، يقول والله جتني عروض قالوا أبد نشتري لك بيت ونشتري لك سيارة، بس لا تكلم عن الصفين هذول اللي هو الخامس والسادس، لأن منها إذا تطور مع شربة الدخان من هذا السن خلاص هذا المنبع الأساس، لا أحد يتركه. فهذا مثل ما يعني ما قلت فعلا، يعني المراقبة سواء كان في المدرسة أو في الشارع أو في غيره. أبو فهد، الموضوع هذا كبير جدا، أنا ما أبي أصعبه تمام، لكن أول مرحلة فيه تأثير الشخص نفسه. لابد أن تكون مؤثر في اللي حولك سواء أبنائك ولا غيرهم. ما في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤثرا جدا في من حوله، سواء في الأقارب أو غير الأقارب، سواء في الأصدقاء ولا الأعداء، سواء في المسلمين ولا اليهود. نعم. فلزاما أن تكون مؤثر بصفاتك وأفعالك، بصفاتك وأفعالك وسلوكك. ماشي. خلاص. فإذا كنت أنت مؤثر وتتسم في أفعالك وتصرفاتك بالخير، وفي كلامك بالخير، وفي سلوكك بالخير، طبيعي ابنك إيش يتأثر. مشهد واحد يبين تأثير النبي صلى الله عليه وسلم على المجتمع اللي حوله. ترى محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو في مكة، هل رفع سيف؟ لا. هل قاتل الناس؟ لا. مع أن كفار قريش كانوا يخافون منه خوف شديد جدا، وهو ما قاتلهم ولا أمر بقتالهم، لكن كانوا يخافون خوف شديد جدا من أن الناس يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثرون بصفاته وكلامه. ما يقعد معها أحد إلا يتأثر ويسلم. هذه مشكلتهم، هذه مشكلتهم الوحيدة. الحق معه. وهم بأنفسهم كانوا يخافون أن يجلسون معه، يخافون إيش؟ يتأثروا، ويعلمون أنه مؤثر وصادق. أعطيكم بعض المواقف كذا، أنا ما ودي أستأثر بالنبي. هذا الشاب كان عند الكعبة، فرأى امرأة عجوز تحمل حطب، فقال يا خالة أحمل عنك الحطب، فحمل عنها الحطب واتجه معها حتى وصل إلى بيتها على أطراف مكة. يوم وصل معها على أطراف مكة ووضع الحطب، أعجبت هذه المرأة العجوز بهذا الشاب، وقالت يا بني والله ليس معي مال فأعطيك، ولا طعام فأطعمك، يا الله، ولا مكافأة فأكافئك، ولكن لك عندي نصيحة أرجو أن تستفيد منها. قال ما هي يا خالة؟ قالت يقال أن هناك رجل اسمه محمد في مكة، وهو ساحر يفرق بين الرجل وأخيه والزوج وزوجه، فاحذر منه، وإذا سمعت به ابتعد عنه ولا تسمع له. قال يا خالة أنا محمد. قالت أهو هو أنت محمد؟ قال نعم أنا محمد. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما يحتاج، الله موجود. الله أكبر. التأثير بالأفعال له دور كبير جدا. ما ينفع تقول لابنك سو وأنت ما تسوي. ما تسوي. خلاص. إيه خلك قدوة، خلك قدوة. الأمر الثاني التأثير بالكلمات. اجتمعت قريش في دار الندوة، مجلس استشاري لكفار قريش وساداتهم، سادات القبائل. فكان عمر يقول لهم ألا تناظرونه؟ ما تقابلونه؟ أنتم ما تشوفونه؟ ما تهرجون معه؟ إيش فيكم أنتم خايفين؟ قالوا صدقت، إيش فينا ما نقابله ونناظره ونجلس معه ونأخذ ونعطي معه؟
قالوا طيب انت يا عمر خلاص انت قابله. قال لا لا انا ما قابل قبل اسلام عمر. لا لا ما جاب الرز. لا الرز ما يقدر يجيب الكاميرا. قالوا من ترشحون يقابله؟ قالوا يقابله اسن القوم اكبرهم سنا ابو خالد بن الوليد، الوليد بن المغيره. نعم. فرشح الوليد بن المغيره يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهز الرجل وذهب حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه قال يا محمد انت خير ام ابوك؟ وش انت، خير ولا ابوك؟ ايك مطير. انت خير ولا جدك عبد المطلب سيد قريش؟ لا. فان كانوا خيرا منك فقد عبدنا ما عبدوا، ليش تلومنا؟ وان كنت خيرا منهم فقل. كانوا فصحاء. يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أثرى رجل فينا، وإن كان بك النساء زوجناك 10 نساء من أجمل نساء قريش، وإن كان بك الملك ملكناك علينا فلا ينازعك فيها أحد. يا محمد قل والله ما بقي بيننا إلا صائحة الثكلة فنتقاتل فنفنى عن بكرة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكل أدب. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ يبدي الجواب. أفرغت يا أبا الوليد من كلامك؟ خلصت كلامك؟ والله مناظر هذا ما هو بسيط. قال نعم. قال إذا اجلس، دامك سمعتني اسمع مني. فجلس فبدأ يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوت جميل وكلام لم يعرفه مسبقا العرب، والعرب فصحاء يفهمون القرآن، حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. فقام الوليد وقال ناشدتك الله والرحم إلا لا تكمل يا محمد. الله أكبر. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ما ينطق على ولو قالها. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا إله إلا الله. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال للنبي خرج، انتهى المشهد، توقف النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلم. أي ما يكمل. فخرج متأثر من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع حتى وصل دار الندوة المجتمع، فرآه أبو جهل فقال للقوم عند والله لقد عاد إلينا أبا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. باين ملامحه كذا، باين ملامحه تغيرت علوما تغيرها كلام الله. فدخل الوليد بن المغيرة وقال اسمعوا أيها القوم، واجعلوها برأسي واعصبوها برأسي، ودعوا هذا الرجل ودعوته واتركوه للعرب، فإن انتصر عليهم فعزه عزكم ونصره نصركم وهو من عيال عمكم. هذا الكلام الصح. وإن قتلوه فهذا ما أردتم، خلوا الرجال. قالوا أثر فيك يا أبا الوليد؟ تأثرت من الرجال؟ قال والله إن لعلى كلامه حلاوة وإن لعليه طلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لموينع. مقنع. موينع يعني مثمر. مثمر. الله الله. قالوا ما لهذا أرسلناك يا أبا الوليد؟ حنا أرسلناك ناظر الرجال ولا تجينا بهذه العلوم؟ تمدح. وهذا الأمر الثاني، التأثير بالكلمات الجليس. قلنا التأثير بالأفعال. بالأفعال نعم. خلاص فعلك هو ما يؤثر في أبنائك. نعم. والتأثير بالكلمات. تمام. والتأثير بالسلوك والأخلاقيات. نعم. سلوكك أنت تقليد له. أيوة، يتأثر فيه من حولك. ولذلك قصة يعني سريعة كذا،
وانا جاي استفيد منكم ما ابي استفيد بعد والله كلام معسول يا ابن الله يطيب فالك ان شاء الله كلام معسول والله يعلم الله ما شاء الله ذهب هذا معن ابن زائدة كلكم يسمع معن ابن زائدة نعم وكان رجل شجيع وحليم وحكيم رجل فيه صفات وسلوكيات وأخلاقيات عجيبة اشتهرت عند العرب وكان رجل بسيط عادي جدا ومع الأيام حتى وصل إلى الملك والحكم والأمارة وكان بعض الأعراب سمرانين في ليلة من الليالي ويتذاكرون حلم معن بن زائدة فدخل عليهم واحد من أخوياهم شاعر وسمعهم يتكلمون عن هذا الحلم العظيم فقال يا الربع إن أغضبته فكم لي إن بكرة زعلته هذا الحليم اللي تقولون إنه حليم وش تعطوني قالوا نعطيك 1000 دينار 1000 دينار شيء شيء كبير قال تم قالوا تم اليوم الثاني دخل على معن بن زائدة ولما دخل عليه ما سلم عليه يبغى يستثير غضب معن بن زائدة يبغى يستفزه فلما دخل عليه قال له أبيات مباشرة يقول له أتذكر إذ لحافك جلد شات أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير يقول تتذكر يوم كنت فقير أتذكر إذ نعالك جلد شات وإذ نعلاك إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير قال معن بن زائدة أذكر ولا أنكر قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير يبغى يغضبه نجت عاجز هيا قال سبحانه لا إله إلا هو يعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ينزع الملك من من يشاء البيت الثاني ما ضبط معه بغى البيت الأول يزعله ما ضبط بغى البيت الثاني ما ضبط معه قال فلست مسلما ما عشت يوما على معن بتسليم الأمير يقول وين أشوفك وين أقابلك ما راح أسلم عليك هجران خلاص قال إن سلمت علينا رددنا عليك السلام أيوة وإن ما سلمت علينا فما نحن بحاجة سلامك يا والله العقل أجوبها إلا والله مناله عظيمة البيت الثالث ما زعله قال له قال بجيب البيت الرابع قال له سأرحل عن ديار أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير يقول أنا بعيش فقير في ديار بعيدة ولا عيش مغتني عندك قال إن عشت عندنا على العين والرأس يا سلام وإن ذهبت كيفك رافقتك السلامة ولا العلوم ما هي ما هي مثل اللي كانت في راسه الرجال يبغى 1000 دينار يبغى الجائزة أكيد لو مخلي شيء قال خلني أجيب شيء ما قد جيب من قبل فبدأ يقول له كلام فيه سب قال سأرحل عن ديار أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير قال له فجد لي يا ابن ناقصة بمال هو معن بن زائدة بدأ يسب أمه فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على الرحيل رب غري عوضني في ذيك فقدتها الدنانير ما هي جاية فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على الرحيل قال أعطوه 1000 دينار يا سلام في زمن منها فقد هارون 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 الرشيد فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت فإني قد عزمت على الرحيل قال أعطوه 1000 دينار يعني ما هي ما بها نقص إلا أنه ناقص المال بس أي أمه نعم فبدأ يبغى يجيب شيء أزيد قال قليل ما أتيت به وإني لأرجو منك بالخير الوفير
يقول انت بخيل ما اعطيتني شيء. هبا هبا ولول يا ماخوذ. قليل ما اتيت به ما واني لارجو منك بالخير الوفير. قال اعطوها 1000 دينار ثانيه. الله خلاص يلا انت سعده. فلما عجز عن ان يغضبه راى امامه شيء رجل ما هو بسيط. ثم قال له والله يا والي ما أتيتك إلا من أجل أن أختبر حلمك وكرمك، فوالله ما وجدت أكرم ولا أحلم منك. وإني أقول لك سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظيري. قال كما أعطيتهموه على شعرها؟ قالوا 2000. قال أعطوها 2000 على نذرها. 4000. خرج العربي صايح من عنده. الله أكبر. فهذا سكر الأبواب كلها. كلها من دور عربي. عربي ما هو مذكور اسمه. فهذا الثالث السلوكيات، التأثير بأخلاقك بسلوكياتك. فإذا كنت تملك التأثير بالكلمات والصفات والأفعال فأنت أمسكت بزمام الأمور في التأثير بالآخرين. صحيح. الله أكبر. وإذا سلوكياتك أو صفاتك أو كلامك مو بزين بيأثر في من؟ ترى ولدك إذا جاب كلام بطال ما بيجيبه من برا، بيجيبه من عندك أنت. الله خلك خلك قدوة. الله يعطيكم العافية. جزاك الله خير ورحم الله والديك. الله يكثر خيرك. الله يطيب. الله هذه العافية ابو فهد. الله يكثر اللي بيغسل فيها والله. الله يرفع قدركم. انا استاذي انا احساس انا تعثر لا والله يا كمال الغناء. قربوا يا شيخ ابو فهد ابو سلطان. من قال جعلك غسلوا وقربوا. الله يكرمكم يا ابو فهد. الله يبارك. الكرم لله سبحانه وتعالى. هذا عشان تغدى وتصلي وتريح شوي وتمرح، بس لا تغدى وترقد على طول يا ابو سلطان. والله يطول عمرك. يا مرحبا يا مرحبا. حياكم الله. طيب الله يرحم اللي جابك. اللهم الله يرحمه. الله يرحمه يرحم من جابك. الله يجزاك خير. هلا ابو حاتم يا مرحبا. حيا الله ابو حاتم. الله لا يهينك. قرب 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 يا ابو قرب. انت تقول الحق الحق لكم انتم. الله يسلمك. انتم الخير والبركه. الله يعطيك العافيه. الربع يغسلون. الله الله زادت اليوم السواليف. اي والله والله ما قصر ابو فهد ما شاء الله. في رجال موصيني اللواء محمد بن قطيم يسلم عليكم. الله يسلمك السلام. ويقول بلغ عزاء القبيله في وفاه الشيخ فارس بن نجر محافظه طريف. أيه. الله يرحمه. توفى قبل يومين. الله يرحمه. رحمه الله على المسلمين جميعا. يا ابو حمود. يا ربي. يا ابو صالح. يبيض وجهك ولا يهينك ولا ميسمع. يا ابو فهد ولا تهون وجهك. الحمد لله رب العالمين. والله احنا عزمنا الليله يا ابو فزاع والرجال يعتذر. ضروري لا بد ان شاء الله. حق والله وارد. حق واجب يا ابو فهد. والله كلنا ان الجلوس معكم يشترى. الله يبيض وجهك وان شاء الله ان احنا يقولون من حبه الله جمع ضيفانه. ما شاء الله. يسلمك. الله يحييكم جميعا. سلمك. واجبكم وواجب الجميع. انا خادمكم ولدكم واخوكم الصغير. وعاوني الشيخ الله يجزاه خير. وصراخ وذبح وطبخ. الله يبيض وجهه. ما قصر. تستاهلون كل خير. وجميلك سابق. الله ما في جمال بيننا. ما في جمال. الله بس وجميله قدام الله. الله يجملنا. جميله قدام وجهه. حياكم الله. وعند من يقدره ويثمنه. والله الشيخ الله يجزاه خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ان شاء الله في المزيد من ابو فهد ان شاء الله انطاعنا بيكون معنا ان شاء الله باذن الله. والله احنا نتشرف والله. واللي مثله شرواكم شرواكم يا طويل العمر المقصد. ابو سيف يرفع قدركم يبيض وجيه. الحق الصبر ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. سلام الله يبارك. شوف على هو يستاهل والله. هم حقه واجب علينا جميعا. الله يرفع قدركم يبيض. نجيب واجب وخيمه هنيه ولا بالبيت ولا ما ادري كيف. يستاهل. انا ما ادري والله كيف نفس الرجال. والله اني اشعر اني جلست بينكم ان هذا واجبي وزيد من واجب. لا ابدا. بالنسبه مع ابو فزاع يا طول العمر الموضوع العزيمه ولا بد منها باذن الله. باذن الله. باذن الحي القيوم. ابشر والله يطول اعماركم. القدور فيه. وبشرك من حلال رخيص. ما شاء الله. والحمد لله. اي والله. عند الواجب يرخص كل شيء. ابو فزاع مسوي رجيم. انا مسوي رجيم لقمتين بس.
اليوم ما جاتني رسالة يقول فيه كيوس على 190. سم ترى رسالتي شفت احنا نسمع شيء انا ما كلمنا المصفوط يبين احنا نسمع الله يكثر الله يكثر خيرك انتم من اسمع يا اسمع نستل خيال ولا صحيح اللي هي يا ابو سلطان الكرم الوفاء عز الجار عز الملهوف من عوائد الكرد العرب كافة أولا هل هناك ما خلينا نفهمها حسب ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يجاوبك أبو فهد أنا ودي بس بسأل الربع عشان ما أنسى السالفة اللي عندي في طبخة عندنا الشرقية أظن يحطون عليها مكسرات يا أبو سيف نعم. وش اسمها هذه؟ هي مكسرات نفسها حاليا ما يحتاج لا يحطون مكسرات يحطون لكن شو اسمها؟ عزيز تمزح علي يا ابو سيف في رز ولحم يحطون عليها مكسرات مكسرات وبيض يا سلام اي هذه لا بعد بحرينيه هذه ولا حساويه؟ شو اسمها؟ بحرينيه يسوونها وفيها فيها فيها ايدام برضه طماطم وكشنة كذا يسمونها وش يسمونها سويت لكم بقوس مدري وش اسمه عز الله انكم ابدعتوا اللي طبختوا حطيت تونه وحطيت شعيريه حطيت تونه وشعيريه والله حطيت شعيريه لا ولدي سلك ما حط انا من لا ما نحط شعيريه ما نحط ان شاء الله لاقامه الخيمه ان شاء الله ليله كذا سهره وعشاء تحسب انها مكسرات اللي ضابطنا الرز يا اخوي الرز ابد ما يبي شيء الرز ما رز زاد مزيد هذا خلاص احنا الصراحه عندنا السليق الدرجه الاولى الطايف السليق الدرجه الكابلي الكابلي تعلموه بس لا بس السليق مشهور بالطايف الكابلي لاهل المدينه لا لا ايوه الكابلي لاهل المدينه الحجاز بس الطايف بالذات السليق مشهور بالطايف والان ما شاء الله الناس كلهم سعروا ما اضبطوه عندنا في الرياض بس اذا بغيت مره ما لازم انك تكشن وتحط اصفر واحمر واخضر اللي يقولون انت وش سويت هذه الخلطه حقتك وش انا طول عمرك خلطه سريه والله ما سويت الا حطيت بهارات وهالشغل اللي شفته قدام حطيت مويه قليله انت اي قللت المويه ونقعت الرز هو اللي زبطه أيه لان شوف الرز اذا ما تنقع ما المويه اذا جت مناسبه على اللحم يجيك مرقه هنا اللي يقولون سبحان الله مثل القهوه اللي تحكمها ما تكثر لا ماء ولا تنقصه اها سبحان الله مرت من المرات كشتنا والمهم بقي نص الذبيحه حنا يوم خميس ليله الجمعه ولا اهل ما هم فيه في البيت عزوبي قالوا بحاتم بكره هالغدا عندك بعد الجمعه قلت والله يا رب انا ما اعرف قال والله ما عندك وانا ما ودك تطبخ ولا ما ودك كيفك المهم امر الله يوم صليت الجمعه والله اروح واحضر عدتي وشغلي وهذا واقعد واحوس الطبخه واحوس صح وغلط يوم قلت يا رجال تضحك علينا تضحك علينا وهذا طبخك قلت اقول والله انها رميت من غير ولكن احمدوا ربكم انها جات زينه جملها احنا تعشينا عند رجال طبعا من اهل السير الكبير قال سراج بن سعود الثبيتي والنعم تعشينا عنده يوم تعشينا رقدنا عنده وعندهم راح رقدنا نص الذبيحه ما اكلناها جاء في الليل اخذ الذبيحه قبل ما نرقد اخذ الذبيحه وحطها في قدر طعامك وحط معها تمر وغطاها والله الى بكره وش الحكمه من التمر بعلمك خلك شوف خلك كمل اعلمك الحكمه حط التمر طعمك في القدر على اللحم طلعه طعمك احنا في ايام برد ثاني يوم طعمك مغرب وجاب القدر وحطه سبحان الله التمر الدواب ما تمشي على اللحم لو حطيت التمر الدواب ما تجي تحفظ من الدواب على التسمم وعلى التسمم سبحان الله وحط القدر طعمك وطلع علينا وجاب اللحم وجاب سكين وما حصل لحم كله تمهيس كل اللحم طلعه كانه شاورما من على العظام اي طلع مره فرد هذا عشان اللي في الليل اي ثم طعمك جاب ذاك الصاج طعمك ودهنه شوي بالدهن وقطع الطماطم طعمك واللحم اللي طلعه من العظام حطه على الصاج ما قدرت ثم الله لا يوريك سبحان الله ما شاء الله تبارك ما الله ما كنت تتوقعون انه بيصير حنا قلنا يخرب اللحم وراح اللحم بس اللهم انه غطاه وحط معه التمر وثاني يوم مهصه وحطه في الصاج وضبط يا شيخ شيء الناس يهوى الحاجه ذي ويحبها والله شوف الناس ما يحب الناس اعجبني محافظته على النعمه ما رماها
ما يرميهم. وشوف ترى اللحم سبحان الله، لكن يعني ايام قديمه على ايام كان يجينا عيد الضحى طبعا نذبح بالقريه وكذا، وما في ثلاجات، ما في ثلاجات، يقومون على اللحم هذا طال عمرك ايوه يسيعونه او يحطونه على حبل كذا ويرشون عليه ملح ولا شيء، يكثرون عليه الملح. والله يا جماعه الخير انه يقعد يمكن لحد اسبوع 10 ايام، اخر طبخه نطبخها منه انها ألذ واجمل من اللي اول يوم. اكيد لها هذا صحيح، حتى يا اخواني التعفين هذا ما نحس، ما احس فيها، ما ادري ايش اللي صاير. والله يا اخوان ان نحن في نعمه، نعمه نعمه نستطيع ان بالله بالله ولا نستطيع على شكر الله فيها ليل نهار. واللي يبغى يعرف مقدار النعمه هذه يسال كبار السن من ابائنا اللي تجاوز 50 و80 سنة ولا يسافر يشوف المناطق اللي فيها اللي يسافر يعيشون، كيف كانوا يلبسون وكيف كانوا يسكنون. حنا ساكنين آكلين شاربين مستأنسين ومشتكين بعد، والله المستعان. إن زادت قرارات ولا نقصت شكوا الناس، وإن طلعت أمور ولا نزلت، هذه كلها أمور بتقدير الله سبحانه وتعالى. لكن أين الشكر؟ أين معرفة النعمة؟ هذا على قولة أبوه يوم تقول استثنيت للرجال من استثنائك الرجال إيه زملائي قالوا بكرة عندك سيارت عار رجيل في الحلاة، تعرف الحلاة اللي عندنا في الحجات اللي عند من عند كبري عكاب يسار، سيارت على واحد قال فارس بن باو في الطائف، في الطائف فارس بن باو طال عمرك وعزمني في بيته وذبيحتين ما ودها الطباخ يشتغلون، وعزمني عقبه 4 رجيل من نفس الديرة من الحلاة هذه هي للزود، ولا واحد منهم يد الطبخ، كلهم يشتغلون ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اللي لا شقردية كلهم. تبغى أعلمك واحدة ثانية؟ إيه غلقت علمك؟ أنا جيت عند رجيل والله العظيم والله نقل واحد فيهم مدرس وأعلى واحد فيهم إنه قائد منطقة. قائد منطقة متقاعد. تعشينا ولا علينا بالخير طال عمرك وذبايح وخير ونعمة. يوم راحوا الضيفان اللي هم الأجناب قعدوا هم عيال العم. إلا كل واحد طعمك طلع من سيارته قدر، واللي جاب له قدر واللي حط له لحم لأهله من الشيء اللي موجود ولا الجيرانه واخذها وراح. والله العظيم انه ما استعيبوها وتكون والله انك مقصود اخذوها يوم انه راح الاجناب وراحوا وقعد اللحم لحاله وزعوا وجاء تعالوا كل واحد اللي جاب قدر واخذ معنا احنا جالسين في استراحه واحد ايوه يا اخي وجاء واخذ والله العظيم ان مدرسين وضباط ودكاتره اللي ودى لبيته واللي ودى لجاره واللي يعني اعجبوني والله مره ما احب مره ما احب لا بعضهم يا ابو سلطان ما ياخذ يستحي واللي يقول ما ياخذ غلط طيب سرمي يستعيبها لا عطها طيب عطها الجيران لا تاكلها هذه نعمه يا كل عمال عطها العمال محطات بنزين يقولون ابو العها منقع علمه كلها كلها طيبه انا يعلمني شايب ان جزاهم الله خير ناس تجربوا ايه يقول والله انه متخبر الناس من بلد الى بلد يمشون رجل لا رواحل ولا شيء قال والله ان خويهم يشيلون على ظهورهم ولا منه انتهى يبي يصير مثل مات عليهم قال والله انهم ياكلونه قبل الذيابه تاكل الله اكبر نعم قال ما يخلون الذيابه هم خويهم يشيلونه لانه يموت ولا منه مات قالوا خوينا والله انه ما نخليه لا منه مات قالوا الامر له ندفنه لكن الجوع طي الضلوع ما عاد عندهم شيء اكل خويهم يشوفون الموت بعيد قالوا الذيابه حنا ولا من الذيابه بخوينا الله اكبر وتكررت امرار وتكرر جزاكم الله خير والله يعطيكم العافيه واعذرونا على القصور ما اجل القصور والله ما جميل ان عذر زرعهم طيب اخوي عقب هالشحن الله يسعدك والله يجعل الموسم ان شاء الله مبارك تنفعون فيها الناس تنفعون انفسكم حنا بنطلع على الاذان بتوقيت الرياض والله يقبل منا ومنكم ونشوفكم ان شاء الله على خير ونشوف المشاهدين ان شاء الله على خير بيض الله وجهك كثر الله خيرك والله يخلفك اقضب ان الشيخ لا يروح الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا